ترى على فكرة حتى لما تصير مشكلة عند الولد، شوفي مو بس البنت، عند الولد ما يروح حق أبوه، يروح حق أمه، يروح حق أمه. صحيح، خلاص تظل هي الأم، هي اللي خلاص صار الموضوع كل شيء عند أمي، راحتي عند أمي، تعليمي عند أمي، أبي أطلب شيء أقول حق أمي، يروح يقولي حق أبوي. يتوسط. يتوسط. فلا تخربين بيتك لأن الزوج ما قاعد يساعدك، لا تهدمين بيتك وتسوين على قولتك توش قلتي لي كلمة والله صرا صح من الحبة قبة. لا تسوين تأكيد بيحصل ساعات مشي مشي الليلة. أنا أقول أنه مشي الليلة ما لأن حبة دام في حال، لأن في بنات وايد بعد 10 سنين بعد 15 سنة تي تقول أنا أبي أنفصل. ليش؟ لأن بس مو قادرة أتحمل،